موت الحق يا جهنم يا رب، يا رب نام ونمتو يا رب، يا رب نام ونمتو يا رب، يا رب نام ونمتو يا رب. اهلا ومرحبا متابعينا في كل مكان، متابعي جريدة الدستور. احنا النهاردة موجودين معاكم في واقعة جديدة، واقعة مأساوية صعبة، هو مقتل شاب جميل اسمه عبد الله. عبد الله هنا موجود في منطقة بهتيم، كان خارج من بيته لقى شباب بتقول الفاظ، راجع من شغله، راجع من شغله لقى شباب واقفين بيقولوا الفاظ وحشة، وكمان كانوا بيسبوا الدين، فقال لهم بلاش الالفاظ دي، لكن للأسف كانت نهايته القتل. الشباب دول لما شافوه تاني مرة اهتجموا عليه وضربوه. نفس اليوم يا حبيبي. احنا معانا طبعا مراته، هتحكي لنا تفاصيل اكتر على اللي حصل. البقاء لله. احكي لي كده ايه اللي حصل لجوزك وازاي اتهجموا عليه وضربوه ازاي؟ حبيبي كان جاي من شغله يا حبيبي، كان جاي يا حبيبي، اتصل بيا قال لي اعمل ايه الاكل. قلت له يا حبيبي مش مخلص الاكل يا حبيبي. قال لي طب يلا بسرعه. قلت له انت في؟ قال لي انا داخل شارع المسا. قال لي سخني. قلت له يعني هتيجي على طول؟ قال لي اه. المهم سخنت الاكل، وحتى ما عمال ارن عليه ما يردش عليا، ارن عليه ما يردش عليا. المهم طلعت بره عشان اهله كلهم بره، قلت اما اطلع عشان ممكن يبقى واقف معاهم بره. طلعت بقول لهم شفتوا سامح؟ قالوا لي لا سامح لسه ما جاش. المهم يا حبيبي ما كملناش، واقفين كلنا بنتكلم، لينا مره واحده واحد جاي بيجري علينا، قلنا الحقوا الحقوا، عم سامح مرمي في الشارع. المهم جرينا عليه كلنا، شلناه لقيناه يا قلب امه دمه سايح، ولينا دمه سايح ومش قادر يتكلم. مين اللي عمل فيك كده؟ انت مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ يقول لهم ضربوني، ضربوني. مين اللي ضربك؟ انت ما بتعملش مشاكل مع حد؟ قال لي اتخانقت مع واحد عشان واحد كان بيقول كلام مش كويس، واحد كلام مش كويس، وعمال يقول لهم ايه حرام عليكم، حرام عليك، بيدافع عن جينه، بيدافع عن جينه. المهم عمال يقول لهم ايه حرام عليكم. المهم يا حبيبي هو جاي من شغله، المهم اتعاقوا مع بعض، سابوه ومشوا. وهم قبل ما يجي بقى الساعه 8 قاعدين في الشارع مستنيين. يعني هو خارج من البيت لقاهم بيشتموا. هو بيخرج 5 الصبح. هو كان واقف يعني كان عطلان، كان بيعمل كاوتش، بيعمل كاوتش، وهما بيتخانقوا مع بعض. هما بيتخانقوا مع بعض. بص له وهو راجع. المهم هو ايه؟ نيجي لحضرتك يا امي. المهم اتخانقوا مع بعض. المهم ايه؟ كان هو بيعمل يقول لهم ايه حرام عليكم مش حرام عليكم. الموضوع كان الساعه 5. المهم الموضوع ايه؟ خلص. خلاص هو راجع الساعه 8 بقى يا حبيبي، لقوهم واقفين له فين؟ واقفين له في الشارع. مستنيين واقفينه في الشارع. وقبل ما يجي كان واقفين بيقولوا الناس، وناس سمعوه بودانه احنا نستنى سامح اما يجي، هنستنى سامح اما يجي. المهم يا حبيبي جه حبيبي لقى يعني 5 واقفين له، وبيقول لهم جايين عليه كده، بيقول لهم هو انا قلت لكم حاجه؟ هو انا قلت لكم حاجه؟ بقول لكم ما تسيبوش بدي، قلت لكم ما تتكلموش الكلام الوحش انتوا بتقولوه ده بلاش منه. هو ما غلطش. المهم خدوه يا حبيبي كده جوه، يا حبيبي جوه الشارع شويه، وكتفوه كده حبيبي، واحد كتفه كده، كانوا 5، واحد كتفه كده حبيبي، واتنين في ضهر في صدره، وواحد ماسك شومه وعلى دماغه يا حبيبي، واحد تاني عمال يضرب فيه، في الاخر عمال يضربوا فيه. في الاخر كانوا بيشيلوه كده، وكانوا بيحدفوه في الارض، يشيلوه كده وكان يحدفوه في الارض. ليه كل ده؟ انا عايز افهم ليه كل ده؟ كل ده عشان بيدافع؟ كل ده عشان بيدافع؟ اللي هو كل ده عشان بيدافع يعني عن جينه؟ كل ده عشان بيدافع عن جينه؟ حرام يعني. عنده اولاد؟ عنده حته عيله جبناها بعد عذاب لحد ما جبناها فاطمه دي. عيله عندها 10 سنين يا حبيبي، عيله وما لحقش يفرح بيها. عيله كان كل حاجه عنده، كان كل حاجه عنده. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. ياخد نفس ربنا ياخد له حقه، حقه يرجع ان شاء الله، حقه يرجع ان شاء الله، نفسي ربنا ياخد له حقه. انا نفسي جوزي ينام مستريح، عشان ده واحد ولا صايع، ولا واحد واحد كان بيطلع من 5 الصبح بيطلع يجيب لنا اكل عيشته كان بيجيبه لنا، وعليه فلوس كتير قوي يا حبيبي، عليه فلوس كتير قوي يا حبيبي. حسب الله نعم الوكيل في اللي عمل فيه كده، حسب الله نعم الوكيل فيه، حسب الله نعم الوكيل فيهم، حسب الله نعم الوكيل فيهم. ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم. كان ده عيل غلبان، واحد غلبان، واحد بيروح على اكل عيشه، واحد مش بيقعد صايع كده في الشوارع كده، واحد يا حبيبي كان بيشتغل عشان ياكل بنته. كان حنين عليكي؟ كان حنين. انا بقالي 14 سنه عمري في حياتي ما كدبت مره. انا كنت بشوف الحاجه في الشارع وهو جاي الاقيه جايبها لي، بقول له ايه ده؟ هو انت عرفت ان انا كنت نفسي في ده النهارده؟ يقول لي اه يا حبيبتي بحس بيكي. احنا كنا بننام على كتافه،
بنتي كانت بتنام على كتفه ده وانا كنت بنام على الكتف التاني. بنتي كانت تقول له تعالى جنبي هنا يا بابا، يقول لي ده متجوزكم انتوا الاثنين، كان كل اغلى حاجه عندنا هو، كان لينا في الدنيا دي كلها. دلوقتي خلاص احنا بيجي علينا بالليل ربنا اللي يعلم بيه، بنفكر النومه بتاعتنا احنا التلاته جنب بعض. احنا كان السرير بتاعنا بنتي هنا واوضه النوم اهي، احنا كنا بننام احنا التلاته كنا في سرير واحد، كنا ما بنحبش نبعد عن بعض ابدا. فلو هو اغلى حاجه عندنا، هو اغلى حاجه عندنا، احنا نفسنا ربنا يجيب له حق. انا نفسي ربنا يجيب له حق، عايز هو مش بدري قوي. انا انت لو شفت جنازته الناس قاعدين له من العصر لحد المغرب، من العصر لحد المغرب قاعدين في الشارع مستنيينه. هو لو وحش حتى يقعد له كده، لو جنازته والله جنازته ما اقولكش على الجنازه بتاعته كانت عامله ازاي. احنا رحنا له تاني يوم والله اكن رايحين لعريس يوم صباحيته، والله عريس يوم صبحيته. احنا الاطفال كانت واقفين له قدامه يا حبيبي وعمالين يدعوا له، عمالين يدعوا له يقولوا له الفاتحه، ويقولوا له يا حبيبي يا حبيبي هات قش. كان بيراضي العيال كلها، كان بيجي من الشغل كده، والله جوزي كان بيجي من الشغل كده، كان كل العيال بيجروا عليه، كان بيجروا عليه كده كلهم يا عيني عشان عارفين اللي هو بيراضي. كان غلبان وطيب وكويس وكل حاجه فيه كويسه، وعمره ما زعلني ابدا، عمره ما غضبني ابدا، عمره كان حنين وكان كل حاجه فيه كويسه. انا نفسي انا حاجه كبيره قوي ضاعت مني، انا اغلى حاجه في الدنيا دي كلها ضاعت مني. انا نفسي ربنا ياخد حقه، حقه يرجع ان شاء الله. انا نفسي ربنا ياخد حقه يرجع ان شاء الله، حتى يلم استريح. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. طبعا احنا معانا والدته برضو، يعني هتحكي لنا تفاصيل اكتر على اللي حصل. بقى لله يا امي، احكي لنا كده ايه اللي حصل والخبر جالكوا ازاي؟ الخبر جالنا الحقوا سامح في شارع المس، انس متخانقه معايا. رحت اجري لقيته مرمي في الارض وقال لي الحقيني هموت يا امي، الحقيني. مين يا حبيبي اللي عمل فيه كده؟ قال لي خمسه اتلموا عليا عشان كانوا بيتخانقوا العصر، وانا قلت لهم ما تتخانقوش، ما تسبوش، ما تشتموش الالفاظ الوحشه دي، استنوا هو جاي من شغله الساعه 9 بالليل. مسكوا في بهدله، كتفوه كده وبيرقعوا الروسيات في صدره وبيبشوم على دماغه. يرضى مين؟ يرضى ربنا؟ هو عشان بيجيب حق دينه بيعمل على دينه يموتوه؟ دول انا عاوزه الاعدام، انا عاوزه الاعدام، يموتوا زي ما هو مات. كان حنين عليكي؟ الحنين وطيب وغلبان كل حاجه. انا عاوزه يموتوا زي ما هو مات، انا ما خدتش عزا، انا ما خدتش عزاه، انا عاوزاهم يموتوا زي ما موتوه. يرموا له عشان بيدافع عن دينه، موتوه بحق جهنم، موتوه ليه؟ بيدافع عن دينه، بيقول لهم ما تسبوش بالدين، يعملوا فيه كده؟ يعملوا فيه ليه كده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. انا عاوزاهم يموتوا زي ما هو مات، يتموا بنته ما هيش يربيها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. عشان بيتخانقوا بيقول لهم ما تخانقوش ولا تسبوش ولا تعملوش، يستنوه جاي من شغله الساعه 9 بالليل، يكتفوه ويضربوه ويموتوه. ليه؟ عمل ايه؟ ده بيقول لك ما تسبش ما تشتمش. ليه؟ يرضى ربنا يا ناس، يرضى ربنا. انا عاوز الحق، انا عاوز الحق، حق ارجع ان شاء الله قريب ان شاء الله. والله كان بيراضي طب الارض، حتى اللي كان بيطلع مع اللي كان بيركب معاه في العربيه، والله 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 والله. والمصحف كان بيقول لهم الاول 60 سنه ما حدش يدفع فلوس، يقولوا له يا ابني احنا معانا فلوس يا ابني، يقول لهم لا. وما كانت واحده تقول له يا ابني انا معيش اجره يا ابني، لا خدي يما، خدي يما. تروح فين يما بعد كده؟ قالت له حبيبي راح الحته، خدي يما اهو فلوس يما، خدي فلوس يما، اركبي يما وشوفي انت رايحه فين. كان بيراضي الناس كلها، والوديه اي حد كان بيموت في عربيته كان بيروح، كان بيروح بيقول لي الا العزا، الا العزا يا بابا انا عمري ما اخد فلوس من اي حد ابدا. عشان ايه؟ والله طيب. عشان ايه يا حبيبي؟ المصحف طيب، طيب وغلبان وحنين وكل حاجه فيه كويسه، والله كل حاجه فيه كويسه. ربنا يرحمه يا رب، حسب الله ونعم الوكيل، ربنا يرحمه ان شاء الله قريب. نفسي ربنا ياخد له حقه ان شاء الله قريب. انا عشان استريح، انا عمري في حياتي ما هنساه ابدا، ولا قلبي دوت هيعمل ابدا نهائي، بس انا عايزه ربنا ياخد له حقه ان شاء الله. ربنا ياخد له حقه عشان ينام يستريح حتى، مش ولا بتاع مشاكل ولا بتاع حاجه. والله 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 ورحمه جوزي الغالي، جوزي ده مش بتاع مشاكل نهائي، والله مش بتاع مشاكل. ربنا يرحمه. كنا موجودين معاكم هنا من منطقه بهتيم ووقع جديده، وهي مقتل شاب جميل اسمه عبد الله، اتقتل غدر على ايد 5 اشخاص هنا عشان قال لهم ما
ما تشتموش او تسبوا الدين. شكرا متابعينا في كل مكان، متابعي جريدة قد الصوره.